ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ثعنا ثلثة ثعنا يغياك أوين ريشكر أنا ربي إحمديث الحقيقة ننسى عكس فايدين هو المستفيد من جهتين، الأولى أن الله يديم عليه النعم يعني تدوم النعمة، الثانية أن الله وعد بالزيادة لمن شكر. وين يفكر بالنعمة يناد الحمد لله يستعرف، فمزواروث استحرز ربي النعمة ني. أي نعمة تزمرث تحمد ربي أتدوم يا أخي نسادك الجامع في دار النار أدنيك الحمد لله أطاسك فغان الظلن والزميرنا راه الظلن والزميرنا راه أدسن في دارنا نسن سخام ربي الجامع نكوني تصدينا غافلين أي غار أخطر أضار نعمة مألوفة نول فيث من كران الحو ذغا الحو أنت نعمة كبيرة الصوت قد يفغن ضم الزواقي سلام ذي زري توالين يكن نعم أي نحصى أي نور نحصي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها من حمد ربي شكريث النعمة أتدوم يرنا أتنرني أتنرني بالزيادة ولئن شكرتم لأزيدنكم ذي لدينا ربي سبحانه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه.